12 ظهرا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية مفصلة من القاهرة الإخبارية. أهلا بحضراتكم، أهلا بك دامة. أهلا بك منى، والبداية بأبرز العناوين. انفجارات من غارات جوية من العاصمة الأوكرانية كييف، وروسيا تعلن إسقاط مسيرة فوق موسكو. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إفراج فوري غير مشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم. واستشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم تول كرم بالضفة الغربية. والبداية مع الأزمة الأوكرانية. أفاد مراسلنا بدوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف بعد أن أصدرت السلطات تحذيرا من غارات جوية في جميع أنحاء البلاد. وأشار مراسلنا إلى أن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشو طلب من السكان البقاء في ملاجئ الاحتماء من الغارات الجوية. أعلن عمدة موسكو إسقاط مسيرة فوق العاصمة الروسية دون وقوع أي إصابات. قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية حاولت تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة على منشأة في موسكو، حيث أشارت الوزارة إلى أن المسيرة الأوكرانية أسقطت في غابات غرب موسكو عبر وسائل الحرب الإلكترونية. استؤنفت حركة الملاحة الجوية في مطار فانكوفو بالعاصمة الروسية موسكو بعد الاشتباه في طائرة مسيرة. وكان مطار فانكوفو أعلن إغلاق المجال الجوي مؤقتا مع تعليق جميع رحلات الوصول والمغادرة بسبب الاشتباه في وجود طائرة مسيرة في المنطقة. وفرض مطار فانكوفو قيود مؤقتة على هبوط وإقلاع الطائرات، وأعاد توجيه بعض الرحلات إلى مطارات أخرى بموسكو. ينضم إلينا من سان بيترسبرغ الدكتور سمير أيوب، الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الروسية. يعني دكتور سمير، هذه التطورات في هذه المنطقة تحديدا، لماذا الاتجاه والتركيز على الجبهة الشرقية من وجهة نظرك؟ يعني وخاصة أن الجبهة المباشرة الآن قيل من أكثر من يتابع هذا المشهد من المحللين أن هناك يعني ثبات في الوضع، مع كل هذه التغيرات ثبات في الوضع العسكري. أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني منذ أن بدأ الهجوم الأوكراني والذي كان من المفترض أن يحقق إنجازات كبيرة، يبدو أن القوات الروسية ودفاعاتها استطاعت إفشال هذا الهجوم ومنعه من تحقيق أي إنجازات، ولكن هذا بالنسبة لروسيا لا يكفي. يبدو أن أيضا الجيش الروسي يحاول جس نبض الجبهات، وفي أي مناطق أصبح الجيش الأوكراني أضعف مما كان، لأن روسيا يبدو أنها أيضا تحضر لهجوم معاكس، ولا يمكن أن تبقي قواتها كما هي في حال شعرت بأن أوكرانيا أصبحت أضعف مما كان سابقا. لذلك نرى يعني التقدم الروسي في المناطق الشمالية الشرقية في منطقة كوبيانسك، يبدو أن القوات الروسية تشعر أولا أن الجيش الأوكراني لا يستطيع المقاومة بالقدر
الذي يمكن أن يمنعها من التقدم. ثانيا أذكر أنه منذ عدة أشهر عندما قامت المجموعات الإرهابية بالدخول إلى الأراضي الروسية عبر مقاطعة خاركيف إلى مقاطعة بلغراد، أعلنت روسيا بأنه لا يمكن أن تمنع هذه العمليات إلا بعودة قواتها إلى منطقة خاركوف. لذلك يعني هذا ليس غريب من أن القوات الروسية الآن تحاول التقدم ولو بشكل بطيء لكن منظم ومنصر باتجاه مقاطعة خاركوف. والعديد هنا يعني في روسيا من الأوساط الروسية تؤكد أن روسيا لا يمكن أن تؤمن حدودها إلا بدخول مدينة خاركوف، والكل يعتبر أن خاركوف والمدينة بشكل خاص يجب أن تعود إلى روسيا في حال أصر نظام كييف على الاستمرار بالسياسة التي يتبعها، أي اتخاذ أوكرانيا مركزا ومنطلقا لضرب القوات الروسية. أيضا هناك يعني غرابة كبيرة داخل الأوساط الروسية وحتى داخل المجتمع الروسي، وهم يأسفون جدا للأعداد الكبيرة التي هي بالألاف التي تسقط من الجيش الأوكراني. يعني والكل يتساءل لماذا يعني الجيش الأوكراني أو القيادة الأوكرانية تضحي بأفرادها وبجيشها وبالعديد من المدنيين من أجل مصالح الدول الغربية، وهم يعلمون يعني أنه تضحي بالمدنيين وأفراد الجيش وتقر في نفس الوقت دكتور سمير بصعوبات في الجبهة الشمالية الشرقية، يعني وتطالب الغرب في نفس الوقت بمزيد من الدعم، وبايدن الرئيس الأمريكي يعد بمليارات الدولارات ويطلبها بالفعل من الكونغرس. هل هذا سيحدث فارقا في مجرى سير العملية العسكرية؟ يعني كل المساعدات التي قدمت إلى نظام كييف يعني هي تبلغ بعشرات المليارات من الدولارات، وأحدث الأسلحة وصلت إليه ولم يحقق إنجازات. لا أعتقد أن بإضافة هذه المساعدات يمكن أن يقلب موازين القوى. أصلا الغرب لا يريد لأوكرانيا أن تكون أقوى مما هي الآن، أي وكأنها دولة في حلف الناتو أو دولة كبرى كما هي يعني الدول الأخرى من أجل الدخول إلى الأراضي الروسية أو هزيمة روسيا. هم فقط يريدون من أوكرانيا أن تبقى كما هي لاعتقادهم بأنهم يستنزفون روسيا، ولا يعني اكتراث لديهم في حال سقط الألاف بل مئات الألاف من سكان أوكرانيا والجيش الأوكراني. لهذا السبب نحن نلاحظ يعني هناك تردد في الإدارة الأمريكية من تزويد كييف بأسلحة يمكن أن تقلب الموازين أو أن تؤدي إلى توسيع العملية العسكرية وإعلان روسيا الحرب. يعني في حال استلمت كييف أسلحة بعيدة المدى وصواريخ يمكن أن تؤثر على بناها التحتية وقلبت الموازين، يجعل روسيا تعلن حالة الحرب ليس فقط على أوكرانيا وإنما على حلف الناتو أيضا. لهذا السبب حلف الناتو غير مستعد ولا يرى حاجة لفتح معركة مع روسيا، يعني لا يعرف ما هو مردودها وما هي نتائجها. لذلك الأفضل لهم أن تبقى أوكرانيا هي الساحة التي من خلالها تستنزف روسيا كما يعتقدون كما قلت. لكن يبدو أن روسيا الآن أصبحت أقوى من السابق ومستعدة ليس فقط للدفاع وإنما للهجوم والمبادرة لاتخاذ قرارات يمكن أن تؤثر حتى على وضع أوكرانيا وعلى وحدة أوكرانيا. نعم، بشكرك شكر جزيل من سانت بيترسبرغ دكتور سمير أيوب الكاتب والباحث السياسي أيضا الخبير في الشؤون الروسية، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا في القاهرة الإخبارية. أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أن نتائج محادثاته مع الولايات المتحدة وألمانيا حول الأسلحة الجديدة كانت إيجابية. هذا وأوضح كوليبا أن شركاء أوكرانيا منفتحون على المناقشات لإمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة. أجرينا محادثات مع ألمانيا والولايات المتحدة وكانت النتائج على عكس الحالة السابقة حول الأسلحة الجديدة التي سيزودوننا بها، وكانت الإجابة بنعم. إن شركاءنا مفتحون على مناقشة هذه المرة، لكن الأمر يتطلب مزيدا من الوقت. وفي ذات السياق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيرسل طلبا إلى الكونغرس للموافقة على إنفاق إضافي يقارب 40 مليار دولار، منها 24 مليارا لأوكرانيا واحتياجات دولية أخرى متعلقة بالحرب. هذا وأضاف أن من بين هذا المبلغ 4 مليارات دولار لأمن الحدود و12 مليارا للإغاثة من الكوارث.
تشهد الحدود البولندية مع بيلاروسيا توترا متصاعدا مع عزم وارسو إرسال 10,000 جندي إلى الحدود المشتركة بينهم. هذا وأرجعت بولندا قرارها إلى انتقال عناصر فاغنر إلى بيلاروسيا بجانب تزايد أعداد المهاجرين إلى أوروبا عن طريق الحدود المشتركة مع مينسك. يبدو أن منطقة شرق أوروبا على موعد مع تصعيد جديد، ربما يلتهم ما تبقى من استقرار في القارة العجوز. فبينما يتصاعد النزاع الروسي الأوكراني، تبدو المنطقة الحدودية بين بولندا وبيلاروسيا مرشحة لتصعيد مماثل، سيما مع إعلان وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك عزم جيشه إرسال 10,000 جندي إلى الحدود مع بيلاروسيا. بلاشتشاك في مقابلة مع الإذاعة البولندية كشف عن أن 4,000 جندي من بين تلك القوات سيدعمون حرس الحدود بشكل مباشر، فيما سيبقى 6,000 الآخرين في موقع الاحتياط. الوزير البولندي رأى أن جيش بلاده يتطور بنشاط ويتسلح بمعدات عسكرية حديثة، مرجحاً أنه خلال عامين ستملك وارسو أقوى جيش في أوروبا وفق تعبيره. قرار بولندا بتعزيز الوجود العسكري على الحدود مع جارتها الشرقية يأتي عقب انتقال قوات فاغنر إلى بيلاروسيا، وكذلك المخاوف من اندلاع موجة جديدة من الهجرة التي تستمر منذ خريف 2021. وعلى غرار ليتوانيا، طالما أبدت بولندا قلقاً بشأن أنشطة أفراد مجموعة فاغنر الروسية في بيلاروسيا، وعلاوة على ذلك فإن تزايد أعداد المهاجرين الذين يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي من دون تصريح عبر بيلاروسيا ومنها إلى بولندا يمثل مصدر قلق. وتتشارك بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في حدود يزيد طولها على 400 كيلومتر مع بيلاروسيا. خطوة وارسو اعتبرها وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بمثابة تجهيز لإنشاء تشكيل بولندي أوكراني منتظم لما أسماه بالاحتلال اللاحق لغرب أوكرانيا. شويغو اتهم بولندا بأنها أصبحت الأداة الرئيسية لسياسة الولايات المتحدة المناهضة لروسيا، وهو ما يتجلى بحسب الوزير الروسي في شراء بولندا للأسلحة على نطاق واسع من الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية. التصعيد الحدودي بين بيلاروسيا وبولندا يراه مراقبون مزيداً من التهديد النووي في ضوء نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، والتي ستكون في مواجهة ترسانة حلف الناتو، والتي تعتبر وارسو إحدى أهم أعضائه في الجبهة الشرقية للقارة الأوروبية. وإلى تطورات الأوضاع في النيجر. جدد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعوته للإفراج عن رئيس النيجر محمد بازوم وعائلته، معربا عن قلقه بشأن ظروف احتجازه. وأضاف بوريل أن آخر المعلومات تفيد بحرمانه من الغذاء والكهرباء والرعاية لعدة أيام، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق بشأن سلامة رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم وأمنه.
وحمل بلينكين القادة العسكريين مسؤولية أمن بازوم وعائلته، وذلك بعد أسبوعين مكث فيها بازوم رهن الإقامة الجبرية. وسط مخاوف بشأن صحة وسلامة رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم الذي قضى أكثر من أسبوعين رهن الإقامة الجبرية، حملت الولايات المتحدة المجلس الانتقالي العسكري الذي تولى السلطة في نيامي مسؤولية سلامة الرئيس المنتخب ديمقراطياً وعائلته وأعضاء الحكومة المحتجزين. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال إن الولايات المتحدة تنضم إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس في الدعوة إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر. لدينا قلق عميق بشأن الرئيس محمد بازوم وأمنه وأمن عائلته. لقد أوضحنا للقادة العسكريين أننا نحملهم مسؤولية سلامته، وناقشنا في حديث مطول سبل المضي قدما في النيجر، وكلانا يركز على الشيء نفسه وهو استعادة النظام الدستوري في البلاد. وأمرت إيكواس بتفعيل قوة احتياطية لاستخدامها المحتمل ضد المجلس الانتقالي الذي تولى السلطة في النيجر في يوليو الماضي من أجل استعادة الديمقراطية بشكل سلمي، بينما أكد أن جميع الخيارات مطروحة على طاولة التكتل بما في ذلك التدخل العسكري. أوقفت الولايات المتحدة مؤخراً بعض برامج المساعدة الخارجية للنيجر بعد أن أطاح المجلس العسكري بالرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم واحتجزه مع عائلته وآخرين في ظروف وصفتها واشنطن والأمين العام للأمم المتحدة بالبائسة وغير الإنسانية. وتحدى المجلس الانتقالي الذي استولى على السلطة في 26 يوليو الموعد النهائي الذي حددته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 6 أغسطس للتخلي عن منصبه، وبدلا من ذلك أغلق المجال الجوي للنيجر وتعهد بالدفاع عن البلاد ضد أي هجوم أجنبي. وفي المقابل وبعد قمة لرؤساء إيكواس في العاصمة النيجيرية أبوجا، تعهدت الكتلة بفرض عقوبات وحظر سفر وتجميد أصول على من يمنعون عودة بازوم إلى السلطة. كانت مجموعة دول غرب إفريقيا إيكواس قررت بدء التدخل العسكري في النيجر في أقرب وقت. وفي ختام قمتها في نيجيريا أكد البيان الختامي لإيكواس أنها ستنفذ جميع الإجراءات مثل إغلاق الحدود مع النيجر والإبقاء على جميع الخيارات مطروحة على الطاولة من أجل الحل السلمي للأزمة. كما دعا البيان الاتحاد الإفريقي لتأييد جميع القرارات الاقتصادية لدول المجموعة بشأن النيجر. We'll be right back.
للمزيد ينضم إلينا من عاصمة النيجر نيامي الدكتور حبيب بوري الأكاديمي والباحث السياسي. بعد التحية دكتور أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. تابعنا القمة الاستثنائية أمس في أبوجا، وعندما نتحدث عن القرارات التي صدرت بالأمس ما بين تفعيل قوة عسكرية وما بين إبقاء كل الخيارات مفتوحة، عقوبات، بالإضافة إلى أيضا الحديث عن حل سلمي للأزمة، كيف ترى هذه القمة وإلى أي مدى هذه القرارات ستكون ناجعة في حل الأزمة في النيجر؟ نعم، أولا أشكرك وأشكر جميع المتابعين والمشاهدين لقناة القاهرة الإخبارية. فيما يتعلق بالقمة الاستثنائية التي عقدت يوم أمس في عاصمة النيجيرية أبيجان حول أزمة أو حول البحث عن المخرج للأزمة الموجودة في داخل النيجر بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح لمحمد رئيس محمد بازوم. يعني يبدو من الواضح أن هناك انقسام في داخل المجموعة الاقتصادية للدول الغربية أفريقيا، ولذلك حتى في البيانات في البيان الختامي في البيانات في نوع من التضارب، وكذلك في وسائل التواصل وسائل الإعلام المختلفة، يعني تجد كأن هناك قمتين مختلفتين، وهذا إن دل يدل على أنه هناك عدم الإجماع أو عدم الاتفاق حول أمر واحد، لأن هناك ضغوطات كبيرة على بعض البلدان المهمة كنيجيريا. وفيما يبدو في البداية أرادوا استخدام دولة نيجيريا لأنها دولة مجاورة للنيجر وتجمعها بالنيجر المساحة كبيرة عبر الحدود، ولكن بعد ضغوطات كبيرة على السلطات في نيجيريا كأن دولة نيجيريا تراجعت نوعا ما، ولذلك الآن هم يتحدثون عن القوة الاحتياطية لدول مجموعة غرب إفريقيا، لأنهم يعرفون جيدا أن الجيش النيجيري أو الدولة نيجيريا يبدو من الصعب جدا استخدامها يعني في هذا الأمر. ولكن هم تحدثوا عن التدخل العسكري، لأن من المحتمل جدا أن يكون هناك تدخلا عسكريا إن لم يخدع المجلس العسكري بمطالبهم التي تتمثل في إعادة النظام السابق وإعادة الرئيس السابق المعزول محمد بازوم، وهذا أعتقد هذا الأمر ليس سهلا. ولكن فيما يبدو لنا هنا على الأقل محليا كأن هناك الدول الكبرى وعلى رأسها فرنسا يريدون، هذه الدول تريد أن تدمر المنطقة ليس النيجر فقط، وهذا ما أن يتخوف منه العقلاء والذين يفهمون جيدا ما يحدث الآن من الصراع الدولي على هذه المنطقة الفقيرة الغنية بثرواتها الطبيعية ولكنها فقيرة في واقع الأمر. ولذلك الآن هناك تخوف يعني كبير من قبل المواطنين في داخل النيجر، وكذلك شعوب المنطقة كلهم بدأوا يتخوفون لأنهم يعرفون جيدا أن العسكريين الآن يعني ذهبوا وصلوا إلى مرحلة متقدمة، يبدو أنهم من الصعب جدا أن يتراجعوا عن قرارهم هذا، وخاصة معهم الشعب يؤيدهم فيما هم فيه، لأن الشعب هنا أن عدد كبير منهم يعتبرون ما حدث في النيجر بأنه يعني نوع من التحرر من القبضة الاستعمارية الفرنسية، ولذلك الناس يؤيدون ما حدث محليا وإقليميا، ولذا الأمر ليس سهلا. ويبدو أن فرنسا أيضا ما زالت تستخدم جميع الأوراق التي تمتلكها. أنت تستبعد استخدام الحل العسكري والميل إلى حل سلمي مع المجلس العسكري؟ نعم، هذا هو الطرح الأقلاني، ولكن فيما يبدو أن فرنسا ما كانت تلعب، يعني فرنسا جادة في ما يتعلق بالتدخل أو فيما يتعلق بإعادة النظام السابق، فرنسا جادة في الأمر، ولذلك كل شيء ممكن أن يحدث. يعني نحن شاهدنا الحسن درامان وترا وهو رئيس السهل العاج وهو من المقربين إلى النظام الفرنسي،
هذا الرجل يتحدث مع أنه عجوز، حتى الحديث يتعبه، ولكن مع ذلك أن يبدو من لغة جسده أن عليه ضغوطات كبيرة من قبل حليفه الاستراتيجي، أقصد دولة فرنسا. ولذلك التدخل، يعني هذا الأمر لا يستبعد مع أنه صعب. نعم. إذا دكتور أشكرك دكتور حبيب بوري، كنت معنا الأكاديمي والباحث السياسي من عاصمة النيجر نيامي. استشهد فلسطيني وأصيب أربعة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم تول كرم بالضفة الغربية. هذا وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الشاب وصل إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي بحالة صحية خطيرة جدا، قبل أن يعلن الأطباء ارتقاءه متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر، فيما أصيب أربعة شبان آخرون، حيث وصفت الإصابات بالخطيرة. ونشرت قوات الاحتلال قناصاتها في محيط المخيم على جوانبه وأزقته، وسط إطلاق نار كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع. أفاد مراسلنا بأن 23 جنديا سوريا قتلوا وأصيب 10 آخرين في هجوم على حافلة تقلهم في محافظة دير الزور شرق البلاد، وأضاف أن الهجوم نفذه مجهولون على حافلة كانت تقلهم في منطقة الميادين بريف دير الزور الشرقي. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بوقوع قصف جوي ومدفعي عنيف مع تصاعد للدخان بشكل كثيف بمنطقة جنوب شرق أم درمان. يأتي هذا في وقت تجدد فيه الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع بمدينة أم درمان. هذا وأوضح الجيش السوداني أنه قصف بالمدرعات موقعا للدعم السريع جنوب شرقي أم درمان. أفاد مراسلنا في لبنان بتوقف التلفزيون الرسمي عن البث بسبب إضراب العاملين والأزمة المالية المتفاقمة. من جانبه قال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري إن وقف البث جاء بسبب المشكلات الاقتصادية التي يواجهها تلفزيون الدولة، وأضاف أن اتصالات تجرى مع المعنيين في التلفزيون مع رئيس الحكومة ووزير العمل لتدارك الأزمة. تواصل وزلا صومال جهودها الرامية إلى القضاء على حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وفي هذا السياق بدأت الحكومة حملة تطهير داخل الأجهزة الأمنية، فيما تتواصل أنشطة قوات الجيش والأمن الصومالي على مختلف الجبهات. تخوض الصومال حربا شرسة ضد الإرهاب، حرب تدخل فصولا جديدة، حيث قاد تحقيق أمني لجهاز المخابرات والأمن القومي إلى كشف متعاونين داخل أجهزة أمن الدولة مع حركة الشباب، ولاذ آخرون بالفرار. بعد تحقيق مطول اعتقلت المخابرات الصومالية أكثر من 10 عناصر جواسيس لحركة الشباب تم زرعهم داخل الأجهزة الأمنية، ولاذ عنصران اثنين من شبكة الجواسيس إلى الفرار. تحذر الاستخبارات أجهزة الأمن التعامل مع الفارين. الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود انتقل بشكل مؤقت إلى مدينة دوسمري بولاية جلمدوك وسط الصومال بهدف دفع العمليات العسكرية لاستعادة المناطق المتبقية في جيوب حركة الشباب، خاصة مدينة عيلبور الاستراتيجية. يعمل الرئيس حسن شيخ مؤقتا في ولاية غلمدج، ويركز على دفع الحرب على الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، ويهدف الرئيس إلى استكمال استعادة المناطق المتبقية في جيوب التنظيم في هذه الولاية. وجندت الصومال 15,000 جندي خلال 7 أشهر مضت فقط في إطار تجهيزاتها للقتال ضد حركة الشباب الإرهابية بحسب وزارة الأمن الداخلي. جهود حكومية تقترب من دخولها مراحل الحسم لاستعادة الأمن والاستقرار في ربوع الصومال، بانتظار مساندة دولية ومحلية
قد تغير موازين الواقع الميداني لتحييد التهديدات الأمنية. من مقدشو عدنان عبد علي، هنا القاهرة عاصمة الخبر. إذن نشرتنا مستمرة معكم، وفيها بعد الفاصل: سفن حربية أمريكية وهندية ويابانية تصل قبالة ساحل مدينة سيدني الأسترالية لإجراء مناورات مالبار. أهلا بحضراتكم مجددا. وصلت السفن البحرية لكل من الهند واليابان والولايات المتحدة قبالة ساحل مدينة سيدني الأسترالية لإجراء مناورات مالبار. قادت السفينة بريسبن التابعة للبحرية الملكية الأسترالية السفن الأخرى إلى ميناء سيدني للإعلان رسميا عن بدء التدريبات. تعد هذه المرة الأولى التي تجرى فيه مناورات الحربية في أستراليا، والتي من المقرر أن تستمر 10 أيام. نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدريبات واسعة النطاق قيل إنها تجرى في القطب الشمالي. وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن تستمر التدريبات لعدة أيام وتشمل أكثر من 8000 فرد وعشرات من وحدات المعدات العسكرية، بما في ذلك غواصة وسفن حربية ووحدات جوية متعددة. وتعتبر روسيا أراضيها القطبية الشاسعة مصلحة استراتيجية حيوية، وتعمل على بناء قدراتها العسكرية في المنطقة لسنوات. أفاد أحد كبار مسؤولي السجون في جنوب أفريقيا بإطلاق سراح الرئيس السابق جاكوب زوما بموجب إفراج مبكر. يأتي هذا بعد رفض المحكمة الدستورية بجنوب أفريقيا الشهر الماضي محاولة لإبطال حكم بعدم قانونية إطلاق سراح زوما بموجب إفراج طبي مشروط. وقد صدر حكم بسجن زوما 15 شهرا بسبب عدم الامتثال لأمر محكمة بالتعاون في التحقيق بقضية فساد. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن حرائق الغابات في هاواي كارثة كبرى، والتي أودت بحياة العشرات وأجبرت الآلاف على الفرار. هذا وأمر بايدن بتقديم مساعدات لدعم جهود التعافي في الولاية والمناطق المتضررة من الحرائق. لقد وافقنا على إعلان كارثة كبرى في هاواي، وجهت بتعزيز الدعم لرجال الإطفاء الشجعان وموظفي الطوارئ الذين يعملون على مدار الساعة هناك ويخاطرون بحياتهم. لقد طلبت جميع الأصول الفيدرالية المتاحة في الجزيرة، بما في ذلك خفر السواحل الأمريكي والأسطول الثالث للبحرية والجيش الأمريكي، لمساعدة أطقم الاستجابة للطوارئ المحلية والحرس الوطني في هاواي. نحن نعمل بأسرع ما يمكن لمكافحة هذه الحرائق وإجلاء السكان والسياح. وصف حاكم هاواي جورج غرين حرائق الغابات في هاواي بأنها أكبر كارثة طبيعية في تاريخ الولاية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لغرين بعد إعلان وفاة ما لا يقل عن 53 شخصا ودمار مئات المنازل جراء الحرائق. ما رأيناه كان على الأرجح أكبر كارثة طبيعية في تاريخ ولاية هاواي. إننا نشهد خسائر في الأرواح هنا كما تعلمون. الرقم أخذ في الارتفاع وسنستمر في رؤية خسائر في الأرواح. لقد رأينا أيضا مئات من المنازل مدمرة، وسيستغرق ذلك وقتا طويلا للتعافي منه، ولكن هذا هو سبب تكاتفنا. أظهرت أحدث تقارير لرصد الجفاف في الولايات المتحدة أن معظم أجزاء الغرب الأوسط لا تزال جافة رغم هطول أمطار غزيرة الأسبوع الماضي. ووفقا للتقرير فإن ولايات ويسكونسن وإيوا
مينيسوتا تواجه أكثر من 80% من المحاصيل ظروفاً جافة معتدلة وشديدة. وأشار التقرير إلى أن آثار تغير المناخ تتسبب في حدوث مشكلات في إنتاج الغذاء على مستوى العالم. انتقدت منظمة السلام الأخضر الصينية تغطية وسائل الإعلام الرئيسة للفيضانات التي اجتاحت المناطق الشمالية مؤخرة. هذا وقال أحد الباحثين في المنطقة إن وسائل الإعلام ركزت فقط على جهود الإنقاذ والإغاثة. هذا وأشار إلى تجنب الحكومة ووسائل الإعلام تسليط الضوء على تداعيات تغير المناخ رغم درجات الحرارة القياسية والفيضانات التي تشهدها الصين هذا الصيف. وتعد الصين أكبر مسبب لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم. تسبب الإعصار الآن في سقوط أمطار غزيرة على جزيرة تشي تشي جيما جنوب غرب اليابان اليوم. ووفقا لهيئة الإذاعة الوطنية اليابانية فإن الجزيرة سجلت سرعة رياح قصوى بلغت 105 كيلومترات في الساعة. وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار قد يصل إلى اليابسة في غرب وشرق البلاد بحلول يوم الاثنين المقبل. غمرت الأمطار الغزيرة كوريا الشمالية اليوم في الوقت الذي اجتاحت فيه العاصفة الاستوائية خانون شبه الجزيرة الكورية. أعلنت السلطات الكورية الشمالية حالة التأهب القصوى تحسبا لأضرار الفيضانات، كما أصدرت السلطات تحذيرات من رياح شديدة وهطول أمطار وموجات مد وجزر. إلى الأخبار الاقتصادية، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعات نمو الطلب على الخام خلال العام المقبل بنحو 150 ألف برميل يوميا. وأبلغت الوكالة توقعاتها للطلب على النفط خلال العام الجاري عند 2,200,000 مليون برميل يوميا. وذكرت الوكالة أن الاقتصاد العالمي ما زال يواجه تحديات مع ارتفاع أسعار الفائدة وتقليص الائتمان المصرفي، الأمر الذي يضغط على الشركات. يتوقع اقتصاديون أن تقفز الأسعار في تركيا بنسبة تصل إلى 8.5% خلال أغسطس الجاري. يأتي الضغط التضخمي مدفوعا بانخفاض الليرة وارتفاع الضرائب في الوقت الذي تبذل فيه أنقرة جهودا نحو تغيير في السياسة المالية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة الذي من المتوقع أن يبطي الطلب المحلي. ارتفعت عائدات السندات في منطقة اليورو مع ضعف تقييم المستثمرين لمزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 30 عاما نتيجة ارتفاع معدلات التضخم. وزادت عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 2.57%.
وبعد إعلان ارتفاع التضخم الأمريكي إلى 3.2% في يوليو مع توقعات باستمرار زيادة التضخم، سجلت وزارة الخزانة الأمريكية أدنى طلب على مزاد سندات لأجل 30 عاما بقيمة 23 مليار دولار منذ إبريل الماضي، ما أدى إلى ارتفاع العوائد طويلة الأجل. قالت وكالة بلومبرغ إن ألمانيا معرضة لخطر نفاد خزائنها من الغاز خلال السنوات المقبلة بسبب قلة المخازن المتاحة. وقالت رابطة مشغلي تخزين الغاز الألمانية إن البلاد ستواجه نقصا في الغاز بحلول عام 2026 و2027 ما لم يتم اتخاذ إجراءات إضافية لتوسيع البنية التحتية. هذا وذكرت أن مرافق تخزين الغاز ممتلئة الآن بنسبة 90%، لكن قدوم شتاء بارد سيبدد المخزون ويعرض أمن الطاقة في ألمانيا للخطر. قال بنك يو بي اس إنه لن يحتاج إلى دعم حكومي إضافي لإنقاذ كريدت سويس، وقدمت الحكومة السويسرية ضمانات حماية ضد الخسائر بقيمة 9 مليارات فرنك بما يعادل 10 مليارات و3 دولار إلى يو بي اس كجزء من عملية استحواذ برعاية الدولة على كريدت سويس في وقت سابق من العام الجاري. نما الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام الجاري بدعم من الأداء القوي في شهر يونيو. رغم ذلك لا تزال المملكة المتحدة الوحيدة بين الاقتصادات الكبرى التي لم تعد إلى مستويات نمو ما قبل جائحة كورونا. وصعد الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 0.2% في الربع الثاني على أساس فصلي. قال المسؤول بوزارة الخارجية الروسية ديمتري بريتشيفسكي إن الشركات الأجنبية التي ترغب بالعمل في روسيا وتمتثل للقوانين ليست معرضة لأي خطر، وأضاف أن الدول الغربية تلجأ إلى مختلف أنواع التلاعب لإجبار رجال الأعمال على مغادرة السوق الروسية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن بلاده لن تغلق الباب أمام الشركات الأجنبية الراغبة في العودة إلى روسيا. وفي الرياضة، يستهل أهلي جدة العائد مجددا للدور السعودي مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الحزم في 9 مساء في افتتاح الموسم. يعول الأهلي في مواجهة اليوم على الصفقات الجديدة التي تم إبرامها في الصيف الجاري، وهي الخماسي رياض، محرز روبرتو، فيرمينو، وسان ماكسيمن، وبود بوز، والحارس السنغالي ميندي. ومن المقرر أن يتواجد على مقاعد البدلاء كل من الإيفواري فرانكيسي والبرازيلي روجر إيبانيز. فاز الإماراتي علي مبخوت مهاجم نادي الجزيرة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي. فخلال حفل رابطة الدوري الإماراتي للمحترفين توج مبخوت بالجائزة للمرة الرابعة في تاريخه. وحصد الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، بينما نال كوزمين أولاريو مدرب الشارقة جائزة القائد لأفضل مدرب، وحصل حارب عبد الله لاعب شباب الأهلي على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي تحت 23 عاماً. تنطلق الليلة منافسات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويتوقع أن يشهد الموسم الجديد للبريمير ليج منافسة شرسة على اللقب.
الدوري الإنجليزي الممتاز يعود من جديد بانطلاقة نارية، حيث يحل مانشستر سيتي حامل اللقب ضيفا ثقيلا على بيرنلي في الجولة الأولى، ويسعى السيتي إلى الحفاظ على لقبه وتحقيق بداية قوية وتعويض غياب رياض محرز. وسيواجه السيتي هذا الموسم منافسة شرسة على اللقب من أرسنال الذي احتفظ بصدارة أغلب الفترات العام الماضي وتراجع في الأسابيع الأخيرة ليمنح اللقب إلى سيتيزنز. كما يسعى مانشستر يونايتد إلى المنافسة بقوة على اللقب بعد حظ المركز الثالث الموسم الماضي، ويعول الفريق على خبرة هولندي إريك تين هاج المدير الفني الذي أحدث طفرة مع النادي مؤخرا. ليفربول بقيادة يورغن كلوب سيحارب على لقب البريمير ليج بعد موسم غير جيد احتل فيه الفريق المركز الخامس بصعوبة في الأسابيع الأخيرة، ليبتعد عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا. بينما أبرم تشيلسي كما كبيرا من الصفقات بحجم إنفاق عال للعودة إلى المنافسة على لقب البريمير ليج بعد موسم مخيب ونتائج غير مرضية لمشجع البلوز، حيث احتل الفريق المركز الثاني عشر. وستكون هناك منافسة قوية أيضا من توتنهام هوتسبير ونيوكاسل وإيفرتون للظهور بمستوى أفضل هذا الموسم، وسط ترقب كبير من عشاق البريمير ليج على مستوى العالم. تعرض البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد لتمزق في الرباط الصليبي للركبة خلال تحضيرات الفريق للموسم الجديد، وأعلن المرنجي أن حارسه الأساسي سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة دون تحديد فترة غيابه، لكن تقارير أشارت إلى أن المدة لن تقل عن 6 أشهر. ومن المتوقع أن يدافع الحارس الأوكراني أندري لونين عن مرمى الفريق في الجولات الأولى من الدوري الإسباني. وبعيدا عن أخبار الرياضة، تعتمد العديد من العائلات اليمنية أواني الطعام الحجرية التقليدية المنحوتة يدويا في مطابخها. والقدر الحجري الصديق للبيئة هو وعاء يمني تقليدي يجاب من خلال أو من جبال رازح في محافظة صعدة شمال غرب اليمن. يطهو اليمنيون أطباقهم الشهيرة في قلب النار، لذلك يحافظون على استخدام أواني الطعام الحجرية التقليدية المنحوتة يدوياً في مطابخهم وعلى طاولات طعامهم. والقدر الحجري الصديق للبيئة ويسمى المقلى أو الحردة، عبارة عن وعاء يمني تقليدي يجلب من جبال رازح في محافظة صعدة شمال غرب اليمن قرب الحدود مع السعودية. نحات أوعية الطعام الحجرية علي حسن الرازحي الذي تعلم هذه الحرفة من والده وإخوته يقول إن هذه الأواني لا غنى عنها في المطبخ اليمني. بالنسبة لهذا الحجر، هذا الحجر هي موجودة أصلاً موروث شعبي، الحجر هذا من أيام يمكن الحميريين أو السبائيين، وظلت يعني المجتمع يحافظ عليها بسبب محافظتها على الحرارة والطعم. وفي مطعم الصنعاني للسلتة والفحسة بصنعاء يتفق الطباخ ومالك المطعم على أهمية تقديم الطعام في تلك الأواني الحجرية، لأنها تتيح للزبائن الاستمتاع بوجبة تقليدية مطبوخة في وعاء حجري يبقيها ساخنة وبنكهة رائعة. منقدم إحنا عدة وجبات، يعني لحوم مندي، لحوم حنيد، دجاج مندي، دجاج حنيد، بس الوجبة هي الرئيسية والأساسية هي السلتة والفحسة. السلطة والفحسة الميزة فيها اللي تقدم ساخنة، وفي المقال الحجر هذا المقلى هذا ميزة إذا حمي ما يبرد من أول ما يأكل واحد إلى آخر الغداء ويجلس
الوجبة حامية، هذه ميزة السلطة. الحجر اليمني هو الأساس الذي يركز عليه أصحاب المطاعم في اليمن السعيد، وحتى رواد المطاعم لا يرغبون أن تقدم وجبة السلطة في أي شيء آخر سوى الحجر، فالمقلى الحجر هو الأساس لأنه يحفظ الحرارة مدة أطول ويعطي مذاقا جيدا. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وهذه تذكرة بالعناوين: انفجارات من غارات جوية على العاصمة الأوكرانية كييف، وروسيا تعلن إسقاط مسيرة فوق موسكو. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إفراج فوري غير مشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم. واستشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طول كرم بالضفة الغربية. ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة: فيسبوك، تويتر، إنستغرام، ويوتيوب. ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. يمكنكم أيضا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أب ستور أو جوجل بلاي، أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. دمتم في رعاية الله.